السلام عليكم. كنت صغيرة قوي بس لسه فاكرة لحد دلوقتي وجع زوري، وفاكرة السخونية بتاعت كل شوية، والدكتور لما قال لماما على إن في دايما صديد دايما كده في زوري وإن أنا عندي ميكروب، ولما كتب لي على حقن البنتلين، وفاكرة عياطي قبلها وبعدها وإن أنا لازم أخد الحقنة دي مدة طويلة، وطبعا ما كنتش بحبها. الميكروب السبحي، تحليل الـ ASO الانتي ستريبتولايسين او، من التحاليل المهمه جدا، بتطلب كتير من الاطفال ما بتطلبش لوحده، ويطلب كتير كمان احيانا من الكبار باعراض معينه كده. اتكلمت عنها بحلقه لوحدها، اتكلمت عن كل حاجه بخصوص الاي اس او فيها، اتكلمت قبل كده عن سببه ايه، البكتيريا المسببه له، وانه اصلا بتيجي ضعف مناعه مش زي التيفود كده نقول من الاكل او الشراب الملوث، لا هي بتيجي ضعف مناعة، ملهاش يعني سبب محدد كده نقدر نحكمه. واتكلمت يومها في ان هو غالبا بيطلب مع تحاليل تانية، مطلبش لوحده. طب ايه مثلا، ملوش سن معين برضو، بس ده ما يمنعش ان هو ممكن يكون الفترة الاكبر اللي بتصاب بيه السن الصغير خالص، اقل من 8 سنين ومعانا لحد الفترة بتاعت 18 سنة كده، اللي احنا بنسميها الاندر ايدج كده. المشكلة ان الميكروب السباحي اجسام المضادة بتاعته بتفضل في الدم فترة طويلة، فانا مش كل مرة هحلل بعد فترات قصيرة، لان انا كل ما اجي اعيد التحليل ممكن هتطلع نفس نسبة الاجسام المضادة موجودة. فاهم حاجة اكون عارفة هو انا بتشخص اصلا ولا بتابع العلاج. الدكتور شخصني خلاص بس بتابع العلاج، فحلل بقى كل قد ايه. طيب بتطلبش لوحده ليه؟ طيب الاي اس او المفروض الدكاتره كتير قوي بتطلبه مع السي بي سي، لان في خلايا معينه بترتفع بتبقى دليل فعلا وتاكد تشخيص الدكتور ان هي لا بكتيريا، في اصابه بكتيريا في الجسم، عشان بيعمل الام في المفاصل. تبص تلاقيه بالطلب مع الـ مع الاي اس او، والطلب مع الار اف. المشكله كمان ان هو من التحاليل يعني مش معقده بس لأ مهمة، ولازم ان احنا ناخد بالنا كويس قوي النسبة بتاعته طلع كام. لازم اهتم لو الدكتور قال في علاج، طبعا انا مكنتش بحب العلاج، لو الدكتور قال ان في علاج لازم يتاخد، وحقن وكورس معين وجرعة معينة لازم تتاخد. كانوا دايما يقولولنا كده هو بيعمل حالة كده اسمها حمى روماتيزمية، المسبب الاكبر لها يعني هو الميكروب السباحي ده، وممكن على فكره بيأثر على الكلى. فمش عايزه اخوفكم بس عشان بس اي حد يتشخص ميكروب سباحي ويبقى فعلا لا ده في اجسام مضاده نتيجه الاصابه والدكتور متاكد من كده، لازم بياخد العلاج بتاعه وبيستمر عليه. انا طبعا شالوا لي اللوز خالص عشان يرتاحوا مني، وكان بيساعد في العلاج شويه طبعا ان انا اخدت البنسلين فتره طويله وقولي مناعتي. يعني ان شاء الله نتعلم النهارده ازاي اقرا تحليل الاي اس او، بيبقى مكتوب ازاي، افهم ازاي ان هو مرتفع، طب المعدل الطبيعي لحد كام. وهوري لكم حاله كده هي مطلوب فيها اي اس او بس مش مع التحاليل التانيه. يلا بينا. تعالوا كده نشوف النتيجه دي مع بعض. الحالة دي طلع الاي اس او بتاعها طلع 800، اما الريفرنس بتاع المعمل المعدل الطبيعي يعني نورمال اب تو 200 انترناشونال يونت لكل ملي، ده معناه ان 800 دي مرتفعة ومعدية المعدل الطبيعي، وعشان كده كاتبين جنبها هاي. لازم نبقى عارفين حاجة في تحليل الاي اس او، لما انا بشوفه عالي كده انا لازم اصلا باخد الهيستوري بتاع المريض، انا بتكلم معاه في المعمل، انا بسأل هل هو بيحلل التحليل ده تشخيصي، يعني عايز يعرف اصلا، ولا هو تشخص مثلا خلاص، او الدكتور شاكك في حمى روماتيزمية مثلا وكده، او في مثلا اعراض معينة فالدكتور شاكك ان الاي اس او هيبقى مرتفع، وبيتابع بقى مثلا يعني اتشخص قبل كده ولا تشخيص، اتشخص قبل كده قصدي ولا بيتابع. نشوف يعني قبل كده عمل التحليل ده مثلا
وجاي يعمله تاني، بيتابع العلاج، بدأ ياخد علاج بقى بنسلين طويل المفعول مثلا، وبدأ يشوف الدكتور عايز يشوف النسبة قلت ولا لا، يعني كان عامله قبل كده ولا لا. انا كمعمل المفروض الصح ان انا بسأله عمله قبل كده ولا لا، ولو كان اخر مرة محلل تحليل الاس او في اقل من شهر او شهر ونص ما ينفعش. يعني اصلا الصح اصلا ان هو ما يتعادش قبل 3 شهور، عشان هيبقى زي قلته، هيبقى كده كده في اجسام مضادة موجودة وبتفضل فترة طويلة في الدم وكده، فممكن تكون حتى ما بدأتش لسه تنزل. ولكن في بعض الحالات مثلا السيفير شدة الإصابة أو كده، الدكتور بيبقى مستعجل عايز يعرف، أو بدأ يديله مثلا حقن وبيديها بجرعات زيادة وعايز يقللها له، فعايزين نشوف هل مثلا النسبة قلت شوية، ممكن نبقى مستعجلين على التحليل نعمله مثلا من شهر ونص لشهرين كده أقل حاجة، إنما قبل كده ما ينفعش ان هو يتعمل خالص، هيبقى مفيش منه اي فايدة، وممكن يعني بنسبة 99% بتطلع نسبة الاجسام المضادة نفس النسبة. انما هنا مثلا احنا لو قلنا 800 دي اول مرة مثلا، لو حالة بتحلل لاول مرة تشخيص لسه للحالة، واضح طبعا كده ان هو مرتفع، ونادرا على فكرة ما بيتطلب لوحده، بيتطلب لوحده كده. ده انا فهمت ان هو اكيد بيتابع الحالة من قبل حتى ما اسأله واعرف، بيتابع العلاج من قبل حتى واسأله عارف حلل قبل كده ولا لا، وطبعا كان حلل قبل كده، واخر مرة كان محلل من شهرين، وكان متابعة العلاج فعلا، واتطمنا ان هو كده لا 800 هيرجع للدكتور تاني، وهنشوف هل هيمشي على نفس الجرعة ولا هيقللها. تمام كده. في اغلب الحالات كمان بيتطلب الاي اس او مع الار اف، بيتطلب كتير مع سي بي سي في الاطفال على فكره، بيتطلب اي اس او والاي اس ار والار اف الثلاثه مع بعض، ما بيكون في الام في المفاصل والعضلات كتير جدا، يعني بيكون مطلوب، والحاله بتشتبه اعراضها مع امراض تانية او مع مشاكل تانية، لان هو الميكروب السباحي بيعمل آلام في المفاصل، آلام في اللوستين، في اللوز يعني، احتقان في الزور، بيرفع درجة الحرارة، كل الكلام ده أنا قلته في الحلقة اللي عملتها قبل كده عن الميكروب السباحي زي ما اتفقنا. بس أهم حاجة في التحليل أنا بشوف النورمال رينج بتاع المعمل بتاعي، وببقى واضح طبعا إن هو لو أعلى هيبقى 800، هيبقى 400، كل ده نسب أعلى، ممكن يطلع 1600. لازم نبقى عارفين ان النسبة بتاعتي دي كده بوستف، ومش اي بوستف على فكرة، برضو الدكاترة بتكتب له علاج، لازم يكون لا هو تشخص فعلا ان هو مريض حمى متزمية متتك فيفر، او فعلا الميكروب هو سبب ارتفاع الاي اس او، مش اي حاجة تانية، مش اجسام مضادة حتى كمان نتيجة اصابة قديمة. تمام، لازم كل الحاجات دي نبقى ملمين بيها وعارفينها. الحالة دي قلت اوريها لكم كده النهاردة، ولو جه تحليل تاني برضو في اس او ومع ار اف و اس ار، او مطلوب معايا حاجات تانية تحاليل تانية والحالة متشخصة ومعروف هي ايه، هوريها لكم برضو في حلقة تانية بإذن الله. لو عجبتك الحلقة شاركها، خلي اكبر قدر منها منكم يستفاد، وتابعوني دايما على الانستجرام وعلى الفيسبوك، لو في اي اسئله سيبوها لي في كومنت. السلام عليكم.